هل نحن ندرك رمضان أم لا؟ السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنت تدرك رمضان أم لا؟ وإن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا أن ندرك رمضان، فينبغي لنا أن نستغل رمضان بحذافيره، لأن غيرنا من أهل القبور الآن الذين كانوا معنا في رمضان الماضي يتمنون أنهم يخرجون من القبور يدركون ليلة من رمضان. فإن أدركنا رمضان وأنعم الله علينا أن ندرك رمضان، فعجيب من وضع في قلبه أنه لا يستغل رمضان. أقول له عجيب عجيب، ألا تعلم أن أناسا يتحسرون من أهل القبور الآن يتحسرون في ليلة أضاعوها من ليالي العمر، فما بالك في ليالي رمضان، ليالي عظيمة 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 ما يعرفها إلا من فقدها، ما يعرفها إلا أهل القبور. لو كتب الله جل جلاله أن أهل القبور يخرجون لقالوا لكل واحد منا الآن لا تضيع ثانية من رمضان، ليس يوما ولا يومان ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمسة، ثانية من رمضان، لأنهم عظموا هذا الشهر المبارك، وقبل أن يعظموا هذا الشهر عظموا الله في قلوبهم. في دنياك كي تلقى رحمة مولاك، ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك، اترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة